عقود العراقية خبل، عقود أهلنا بمصر تحلو قوي. بسم الله، نجيب كريمة جوز الهند تكون نسبة الدهون فيها فوق 20%، وهيك نضعها بالثلاجة لمدة 8 ساعات، وبعد 8 ساعات قبل الاستخدام نضعها بالفريزر لمدة 3 ساعات منشان تفصل المية عن الكريمة. كاكاو خام، كمية الكاكاو حسب كمية الرطوبة الموجودة فيه. نضع بديل السكر ستيفيا وقليل من قهوة سريعة الذوبان وقليل من الفانيلا. هيك أصبحت جاهزة، بنعبيها أو بنوضعها بالكوب، نوضعها بالفريزر حتى تتماسك. نعمل الشوكولاتة الخام لكل كوب من زيت جوز الهند، معلقتين كاكاو خام وستيفيا أو بديل السكر هو النوع وكمية اختياري، وممكن نوضع مكسرات أيضا على الشوكولاتة. وهيك أصبحت جاهزة، بنطلعها من الفريزر ونوضعها بالشوكولاتة. في عندي تقريبا 1000 وصفة صحية، المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. عقود العراقية تخبل، عقود أهلنا بمصر تحلو قوي.